مالك ماشي الحقيقه بشكل كويس جدا، مش هيتاثر بحد، خلاص وضحت الرؤيه دي، معاه مجموعه من الشباب، معاه مجموعه من النجوم الصغيرين، مش هيتاثر بقى بعدم وجود. معانا خبر عاجل دلوقتي، احتواء مشكله محمد نجيب في الاهلي، يعني واضح برضو ان الاهلي زي ما قلت لكم، كنت هقول لكم دلوقتي موضوع محمد نجيب مهدد بالايقاف لان عليه فلوس لنبيل ابو زيد مدير اعماله. محمد نجيب انتوا عارفين ان هو كان مضى لمده خمس مواسم مقابل 4,300,000 جنيه، المفروض ان هو وكيل اعماله نبيل ابو زيد كان ليه عنده 300,000 جنيه، قصه بنسمعها على طول. ونبيل ابو زيد بالذات هو يعني بطل مسلسلات المشاكل دي على طول، مع حماده طلبه دلوقتي، حماده طلبه موقوف برضه مشكله معاه، محمد نجيب جده اعتقد برضه لو الحظ يعني لو الذاكره مش خيناني ان هو كانت مشكلته برضه مع نبيل ابو زيد، فاعتقد نبيل ابو زيد يعني فلوسه بره كتير جدا مش عارف يلمها، فاعتقد ان دايما المشكله كان تامر النحاس هو متصدر المشهد، ولكن نبيل ابو زيد شايفينه دلوقتي يعني دي طبعا انا بهزر، يعني هو اما يبقى الراجل او مدير اعمال نشيط وبين اللعيبه وعنده مشاكل فده شيء كويس، مش عنده مشاكل وعنده الراجل فلوس مش عارف ياخدها، ما هم الناس تديله فلوس وخلاص، ولازم اللعيب يكون عندها ثقافه ان هي تدي مدير اعمالها فلوس، يعني انت ماضي مع واحد اخدت مبلغ عارف وانت بتمضي ان المبلغ ده فيه جزء كده وجزء نسبه، خلاص اديله، هتقعد 100 سنه وبعد كده هتديله، فانت ما تشتتش نفسك، هتقعد مشتت نفسك مليون سنه وفي الاخر برضه هتديله، فمحمد نجيب